صباح الخير عليكم، برنامج صباحات سودانية. أنا المصممة سماح بدر الدين أم عمر. اليوم جايكم بفكرة جديدة، فكرة الديكور بالفينل أو بالفوم. أنت من بيتك حتقدر أنت تصمم الديكور بتاعك اللي أنت عايزاه واللي أنت بتختاريه بحاجات بسيطة جدا وبمواد ما مكلفة. إذا أنت مشيت عايزة تشتري ديكور جاهز، فبالتالي حيكلفك كثير، غير أنه حيكلفك الترحيل، غير أنه حيكلفك التعب، غير أنه حيكلفك الشكل اللي أنت ما عايزاه، الحاجة اللي أنت ما حاباها. فبالتالي أنا جيتكم بفكرة جديدة، أنت تصنعي ديكورك من داخل بيتك بمواد بسيطة، بتشكيلتك اللي أنت حاباها، بتصميمك بتاع يدك. طبعا الزول لما يشتغل حاجته في بيته بيده، خصوصا يعني المرأة لما تعمل حاجتها في بيتها بتكون مبسوطة جدا، ونفسيا بتكون مرتاحة انها ابدعت في بيتها من نفسها. يلا نحن اول حاجة بنبدأ في الشغل بتاعنا الرسم على الكرتون عشان اسهل عليه المهمة، لانه قص الكرتون بيكون اسهل من الفوم واسهل من الجلد. برسم الشكل بتاع اللي انا عايزاه في الكرتون. يلا ممكن الاشكال بافكارك اللي انت بتقدر عليها، او بالطريقه اللي انت عايزه ترسمي بيها، او بالشكل اللي انت بتحبيه. يعني ممكن من النت، ممكن شكل شفتيه وعليه ديكور في حته، ممكن شفتيه في ملايه، في ستاره، شكل اخترعتيه انت بترسميه على الكرتون بتاعك. بعد ذاك بقوم ببدا بقص الشكل بتاعي زي ما احنا شايفين. الشكل شكل سامبل حيكون صغير جدا عشان بس للتوضيح. ببدا من اطراف الشكل بقص بالطريقه دي. يلا عندنا المرحلة الثانية، بعد ما رسمت الشكل بتاعي في الكرتون وقصيته بالطريقة اللي انتم شايفينها دي، بيسهل علي موضوع ان انا ارسم رسمة من جديد. بقوم باخد الشكل اللي انا قصيته على الفوم وبجي بمشي بالقلم، او ممكن بالطباشير او بالفحم او بالحاجة اللي انت موجودة عندك. بقوم برسم نفس الشكل بتاعي بنفس الطريقة، وبجي نفس الحاجة بقوم بعيد الشكل بالمقص، حيطلع عندي من نفس التشكيلة. نجل المرحلة بتاعت الجلد، واللي هي باعتبار الفورمة عندي بقت جاهزة من احنا رسمناها على الكرتون والفوم. بجي بخط الجلد بتاعي اللي انا عايز اشتغل عليه، بخطه وبقوم برسم عليه زي ما احنا شايفين بالطريقة دي، بحيث انه ما يكون في زيادة او نقصان، الشكل ما يكون بالنسبة لي غريب. يلا بعد انا قصيت الاشكال بتاعتي الثلاثه اللي هي الجلد والفوم والكرتون، بجي بقوم بضربهم بالكولا. دي الكولا بتاعتي اللي انا بشتغل بيها. يلا زي ما شايفين احنا عملنا الكولا في الجلد، في الكرتون وفي الفوم. بقوم بجي بلصق الكولا فيهم الاثنين، بجي بثبت الشكل بتاعي بالطريقة دي، بحاول ان انا اضغط عليه، بجي بنفس الطريقة بدي الجلد بتاعي برضو كولا. هنيجي نشوف الطريقة بتاعت الزينة. الطريقة بتاعت الزينة عندنا أنواع مختلفة من الخرز وألوان عديدة، في منه الحبة الكبيرة، وفي منه الحبة الوسط، وفي منه الحبة الصغيرة جدا، ومنه الحبة النادرة. فأنت بتحتاجي للحاجة اللي أنت عايزاها حسب الديكور بتاعك. يعني الديكور بتاعك بغيرك في الستارة بتاعتك، إذا كان الشغل بتاعها أوفر أنت بتحاولي تخلي الحبة بتاعتك اللي أنت بتشتغل بها بتاعت الخرز تكون مناسبة مع الديكور عشان الشغل بتاعك ما يكون أوفر خالص. فيلا حاليا أنا هشرح لكم بالحبة الوسط من الخرز. بلصق الخرز في الفوم او في الجلد بتاعي بالفابريك، الفابريك جلو. يلا حاليا انا ما عندي فابريك، عندي المسدس بتاع الشمع وهو بيفي بالغرض برضو، لكن الاهم انه يكون عندك الفابريك تلصقي به، لانه ثابت ومضمون. المسدس بتاع الشمع بس يعني عشان اوصل به المعلومه، لانه الفابريك عندي ما موجود. لكن انت بتلصقي الخرز بالطريقه دي بنفس الطريقه اللي انا بلصق بها دي بالفابريك.
بتاعنا ممكن التزيين طبعا بيختلف من زوج لاخر. ممكن انت اذا حابه تعمل الخرز بتاعك طبقه او طبقتين او اكتر حسب التشكيل اللي انت راغبه، فده باعتباره بس سامبل عشان انا اوضح بيه المعلومه. بعد ذاك انت ومزاجك في الزينه اللي انت عايزاها واللي انت بتختاريها. ده الشكل بتاعنا اللي احنا شايفينه بالطريقه دي، ده الشكل ما قبل النهايه. الشكل النهائي اللي هو عندنا الثاني، الحبل بتاع الزينه بيجي في الاطراف عشان ما يظهر لي التشكيله بتاعت المقص دي. والحبل بتاع الزينه بتاعي بلصقه بالنوكرين، ده النوكرين ما شايفين، بعمل النوكرين بتاعي بالاتجاه بتاع الحواف عشان اقدر الصق بيه الحبل بتاع الزينه عشان اثار المقص لو في حته مدرجه او في غلطه في القص بتاعي ما تظهر لي. النوكرين في الحبل بتاع الزينه بيخفي لي اي عيوب اخيره انا بعملها. يلا ده الشكل بتاعي النهائي بعد ما انا عملت له الحبل بتاع الزينه وثبتت الخرز بتاعي بالطريقه اللي انا عايزاها. ده شكلنا النهائي بالديكور بتاعنا. بعد كده بتقومي تشوفي حسب الديكور بتاعك اللي انت معلق عندك، اذا كان عندك خشبه في الحيطه او انت عايزه تعمليه بالحديد، بتمشي لاقرب حداد بقوم بيعمل لكي بالحديده، بيعمل لك الحديده بتاعتك اللي انت حتدقيها في الديكور، بيمد لك منها زي 5 سم او 10 سم بعد من الحيطه والستاره بتاعتك، وبتدقه في الحيطه عادي او ممكن تدقيه في الخشبه حسب الرغبه بتاعتك او حسب الحاجه المتوفره عندك. وبكده الديكور بتاعنا انتهى.